كذلك كشيش، ثم كظهير ايمن بن عياده، كظهير ايسر امين العوافي، لاعبي ارتكاز اللي هما جاك كيمبي ومعتز الزدام واللي تيغيب كذلك بعيون. معناها واضح انه معناها اختيارات فنيه للمدرب بعد ما خلينا نقول انه يهب بيعي صورتين، الصوره الاولى ليونس الشتالي الذي وفاه الاجل في الايام الاخيره، طبيعي احد اهم رجال كره القدم، ومن الجهه الاخرى أونس جابر. أونس جابر سفيره او وزيره السعاده في تونس، أونس جابر التي سيبيغليا بعد قليل تقريبا في حدود الساعه 5:30 مساء بتوقيت تونس، وهذه هي الصور الخاصه بجماهير النجم الرياضي الساحلي الحاضره بقوه صراحه للمره الثانيه. هي جماهير النجم الرياضي الساحلي على فكره هذه الشينوا تغيرت الان يعني تعويضه ببعض اللاعبين لم في المباريات اللي لعبها سواء المنتخب الجزائري وكذلك مثار الضغط العالي او مش نشوفوا الاتحاد المونستيري في وقنوات الكاس الرياضيه. النادي الافريقي اللي سيواجه الناحيه اليسرى، الكره ترسل عاليه داخل منطقه الجزاء، التغطيه من جديد، المحاوله التسديده مهمه ستكون ومباراه ستكون ناريه، لكن في ارضيه الملعب الاولمبي المحاوله الخطر الحاضرين في ارضيه الملعب، المحاوله الخطوره، الهجوم القوي، الاسماء اللي غابت لكن المحاوله الكره، اللعبه الخطيره، الخطا ممنوع للاستكمال في اللعبه الماضيه لكن يسانى في اللعب، تعود الكره لمصلحه النجم بعض الجيران يفهموا بعض لكن من خلال احداث هذه المواجهه لا يتفقون. اللص البشير بن سعيد تعود ما زالت لمصلحه النجم الساحلي، التسديده الله خطيره للعبه لمحاوله، شوف التسديده اللي اتت من خارج المنطقه وبعد ذلك المتابعه فرصه لعبه ستكون خطيره، لعبه بتسديده حاضره الله في كل دقيقه والله خطيره هذه اللعبه، معتز يبحث عن التسديده، يعرف جاره جيده، يعرف جاره جيده من سوسه، نعم النجم الساحلي نادي الاتحاد، كره ترسل الى الامام، البحث عن عرضية، نعم عرضية حاضرة للقائم الثاني اليمنى، محاولة فرصة سريعة هذه حاضرة لمصلحة النجم، يا سلام يا سلام بشكل جميل، المرتدة كانت مثالية لكن النهاية كانت ستلعب داخل منطقة الجزاء، نعم عالية راسية المتابعة هو 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 هو. نعم فوق الجميع ضرب كرة براس، اعتلت لقب الافريقي اللي يسيطر عليه النادي الاهلي المصري، لكن الله 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 يا سلام على صورة، يا سلام على لوحة، نعم لوحة لن 85 86 وفي 86 87 لم نشاهد، شوف اللعبة شوف اللعبة شوف اللعبة، التدخل في هذه الكرة، تدخل في هذه الكرة على روجيل من قبل الصاحب، انذار وبطاقة صفراء ستحضر على ياسين، اوهو هو هو هو. الماضية أسفرت عن بطاقة حمراء لكن كلما ينقصون عددا يزدادون قوة يزدادون قوة، لاعبين الاتحاد في أرضية الملعب 11 لاعب أمام بالبطاقة الحمراء، كرة محاولة فرصة خطيرة خطيرة جول خطيرة جول 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 جول، يا سلام بحضور عثمان وتارا، نعم عثمان وتارا يسجل الهدف الأول، الكثرة تغلب الشجاعة، يؤكد الكلام من خلال هذه منافسة الترجي والحصول على لقب هذا العام، الله 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 على الاتحاد، اتحدنا اتحدنا عشان ما يغلبونا، اتحدنا عشان ما يغلبونا، الاتحاد المنستيري يتقدم الاتحاد، لكن هذه خطيرة، الثالث 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 جمل، تألق على الجمل ما زالت مستمرة، راحت الاتحاد المنستيري من أجل الهدف الثالث الثالث الثالث، استغلال المهمة وتحقيق المنسيري عن طريق الحاضر هشام بكار، الكرة وسفينة الاتحاد تمضي وتعبر بشكل سليم وتمضي في هذا الشوط الأول إلى بر الأمان وإلى شط الأمان، نعم هنا في سوسة من فرصة تسديدة، ولكن سام عبيد سام عبيد بتمريرة تسديدة حاضرة ولعبة في هذه المواجهة، شوف التمريرة التسديدة إلى ركلة ركنية، نعم تحولت الكرة إلى ركلة، نادي الاتحاد المنسيري هذه الكرة هو هو. في هذه الكرة سقوط في اللعبة الماضية،
يوسف العبدلي، تمريره جميله من يوسف العبدلي، ما زالت مستمره. الله 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 الله. 80 اخر مره حقق كره راسيه، متابعه ركله جزاء. طارق امر مهم، حسين يسجل 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 حسين من اجل عوده النجم ومن اجل عوده الساحل مره. نعم يغادر لمسه عن طريق. جميله 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 العوده 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 واي عوده العوده واي عوده عن طريق راقي عن طريق راقي يعود النجم من جديد. عاد اليكم النجم من جديد عاد اليكم النجم من جديد عاد النجم الساحلي عاد ليصنع طريقه مضمونه ولك الفرجه رائعه ولك الحظوظ لصاحب المركز الخامس. لكن جول 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 جول. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام. عاد للتقدم مرة أخرى عاد للتقدم مرة أخرى الاتحاد المنستيري يسجل. التأمين في اللعبة الماضية كرة ترسل عالية. يا سلام 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 يا سلام. عاد الاتحاد المنستيري للتقدم مرة أخرى. روجيو هولو روجيو هولو يسير الرباعية وبطاقة حمراء بطاقة حمراء لصاحب الهدف. كرة تعود تالمر وتفوق المنستيري على نادي النجم الساحلي. حاضر عن طريق في هذه اللعبة التسديد عن طريق محمد الضاوي كريستو. سقوط أحد لاعبي نادي الاتحاد المنستيري. سلامة لأحد أسماء المنستيري، كرة ترسل داخل منطقة الجزاء ومن ثم تغطية. حاضر عن طريق عثمان وتارا. خطأ في هذه الكرة، واحد على نجم واحد على الاتحاد، وربما ستكون هنالك مباراة اللي يغادر فيها أومارو. يغادر أومارو كريستو. محمد الضاوي عدى 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 بشكل جميل. عرضية اللمس السفينة التي لن تهدأ. لنات المتتالية لنادي النجم الساحلي من خلال منافسات بطولة العالي. محاولة باتجاه العبدلي، العبدلي للخامس وعلي. العرضية من بن عيادة، الراسية من جديد، المتابعة وركلة جزاء. ذلك لمسة يد بن عيادة، بن عيادة لكرة عرضية ومن ثم المتابعة الراسية. وين 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 لمسة لمسة اليد وين؟ اوهو حكم المباراة بهذا القرار لتقليص الفارق وليد من اجل عودة النجم الساحلي. قرار ما هو القرار؟ لا يوجد ركلة جزاء، لا يوجد الكرة. شوف الراسية الزميل هيكل، سنتابع برفقة السيد حمدون في الاستديو ومعها أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكأس الكرام. صفرة حكم المباراة تحضر في هذه الأثناء بانتصار لنادي النجم لنادي الاتحاد المنستيري بنتيجة 4 على حساب